أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل يقول: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ إذا كان لمصلحة المسلمين ما في مانع، ندفع شرهم. حتى الزكاة، مر بكم في كتاب الزكاة إنه يعطى منها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كف شره، الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة اللي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ما هو بزكاة لأجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ نعم، أحسن الله. وهذا أيضا من اللي يظنها بعض الجهال موالاة، وما هي موالاة، هذه مدارات لخطرهم وشرهم عن المسلمين، هي موالاة. نعم.